السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد لي مسيكم يا رب. كيفكم؟ بصحتكم؟ ان شاء الله بخير. اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم عملت لكم فيديو صغير، يعني ما عملت لكم اياه من اوله لانه من فترة نزلت المقادير والاشياء دي كلها، بس هلا صورته لما خلصت. اللهم صلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عملت مرقط بيقولوا له كحك الخميس، لك ما احلى منظرهم ما شاء الله. اوكي، مع فنجان الشاي من غير شان، بتودي مع الاولاد كعكي منهم على المدرسه، بحبوها كتير 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 كتير. بسم الله عليهم وعلى اهلهم، الله يحميهم ويحمي اولادكم يا رب. طيبه وبدل، يعني هلا نحن عندنا موسم الشتي، يعني بدلوا جمعتين ثلاثه بالعلبه ما بيصير لهم شيء، بالمره بالمره بالمره. بس ما تشيلي القرص، و يعني تحطي كذا وحده، واللي بفضل ترجع تردين على العلبه. لا، اللي بفضل حطين على جنب لحولهم وخليهم الموجودين محفوظين اذا الله رد باذن الله. ها فرجيكي، صار في صينيه تحت، هاي صينيه وهاي صينيه من غير شر، وخلصت الباقي. اللهم صل على النبي، خلصتنا من غير الشر ان شاء الله باذن الله. بيعجبوكم وبتجربوها، وطيبة كتير للولاد ولا الكبار ولا الصغار، خصوصا مع فنجان شاي او فنجان كوفي كتير طيب. يلا ان شاء الله خير باذن الله. بدكم شيء؟ الله والنبي معكم في حفظ الله. ما تنسونا المشاركة، اللايك، التعليق الحلو. الله يبارك فيكم، كل واحدة تعمل لي لايك وتعمل لي تعليق، و الله لا يضيعنا تعب لنا ولا لكم. كلياتنا عم نجرب باذن الله نقدم شيء الاحسن لنا ولا لكم وللكل ان شاء الله، والكل بيستفيد. يلا الله يبارك فيكم، السلام عليكم.